بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك يا ربنا حمد عباد دانوا لك بالوحدانية وشهدوا لنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي أرجو الله عز وجل أن يجعله لقاء طيبا مباركا يؤتي أكله وثماره على النحو الذي يرتضيه ربنا جل جلاله. اليوم اللقاء في الحقيقة ما هو بلقاء اعتيادي، يعني أردناه أن يكون لقاء نتحدث فيه قليلا عن الأمانة التي أعطانا الله عز وجل إياها وحملنا إياها، وقد جعل الله عز وجل الإنسان خليفة في الأرض. هذه الخلافة في الأرض تستوجب أن يسعى الإنسان على الأقل تحسين المحيط الذي يحيط به أخلاقا، إيمانا، دعوة، إرشادا، طلبا للعلم، دعوة للعلم. هذا من الأصول التي ينبغي أن يتفق عليها الناس، أن الإنسان بالإنسان يقوى، والإنسان بالإنسان يحيا، والإنسان بالإنسان يصل إلى رضا الله عز وجل. لذلك هذا يعني من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، دائما ما نسمع أن المؤمن قوي بإخوانه، ضعيف بنفسه، وقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالاتحاد والمحبة والتآلف، وأن يكون الناس يدا واحدة، يعني يصلون مع بعضهم إلى رضا الله عز وجل، هذا مطلب مهم من مطالب الخلافة في الأرض والحياة في هذه الدنيا. اليوم الحديث عن الإعلام. طيب، يقول إنسان يعني ما علاقة الإعلام؟ نحن الواحد منا يعني حياته متعلقة بالعمل وكسب الرزق، وأن يصل إلى اللقمة الحلال، وأن يطعم أولاده إن كان عنده أولاد، ومن حوله إن كان يعني يعيل ناسا حوله. هذا هو التفكير الذي ينطلق منه كل واحد منا حتى يستكمل الحياة ويعيش في هذه الحياة على أتم حال. لكن هناك أمور دائما تحاق في الظلام على أمة الإسلام، وينبغي على المسلمين دائما أن يستفيقوا من الرقاد، وأن يسعوا دائما إلى أن يكونوا في هذه الأمور بالذات من الناضجين فكريا، من الواعين فكريا، من الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف وماذا يحاط بهم، ويعني حتى تستمر حياتنا، وإلا سيكون كما يقال يعني المنحني في انحطاط وانخفاض، ويصل إلى صفر أخلاق في النهاية والعياذ بالله. اليوم هناك حملة يعني مسعورة على أخلاق المسلمين، وإذا لم ننتبه لهذه الأمور، الأحوال التي نعيش فيها الآن سنقول في يوم من الأيام سقى الله تلك الأيام مع ما فيها من حال مزر. لذلك ينبغي علينا أن نتنبه، وينبغي علينا أن نستفيق. الإعلام هو السلطة الرابعة كما يقال، سلطة رابعة. ليش في سلطات ثلاثة قبله؟ نعم، هناك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذه السلطات التي تحكم أي مجتمع. سلطة تشريعية يعني تضع القانون، وسلطة قضائية تقضي وتحكم بين الناس، وسلطة تنفيذية هي التي تنفذ القانون والذي يعصي القانون. لكن قالوا هناك سلطة رابعة أيضا هي الإعلام. لماذا؟ لأن لها حكم تنفيذي وإرادة تنفيذية في عقول البشر، فهي تغير وتحكم كما تحكم السلطات الثلاث، لذلك قالوا هي السلطة الرابعة لهذه الدرجة. الإعلام الذي أحيانا نحن نراه هو يعني فيديو مرسل أو متناقل بين الناس، أو رسالة صوتية أو رسالة نصية أو أي شيء، نقول يا أخي هؤلاء لهم دينهم ولنا ديننا، وهؤلاء لا يعنوننا في شيء. الأمر الآن أخطر من ذلك. الأمر الآن أن نحصن أنفسنا، وأن نحصن من حولنا، وأن ندرك تماما أن هذه الرسائل التي تحاك وتكتب ليست مجرد رسائل، وإنما هي بناء تراكمي الهدف منه ضرب الأخلاق من الجذور. الفساد المنتشر هذه الأيام ما كنا نراه في الأيام الماضية،
والذي رأيناه في السنين الماضية أو السنة الماضية ما كنا نراه قبل ذلك. هذا الإعلام الموجه أو هذه الرسائل الخفية الموجهة إلى بنات المسلمين، إلى نساء المسلمين، إلى شباب المسلمين، في ضرب القدوات، في ضرب الأسس، في ضرب الأشياء التي ينبغي أن تكون من الثوابت لا تتغير، أصبحنا نراها، وأصبح هناك يعني أشياء يندى لها الجبين سواء في المحيط الذي نعيشه أو في كل دول العالم. اليوم أصبحت ترى والعياذ بالله ربما ترى يعني الزنا الذي كان يستهجنه الإنسان أو يعني يستقبحه عندما يرى أصبحت ربما تراه سهلا عند كثير من الناس والعياذ بالله. نعم ربما الحمد لله الله حمانا من ذلك، لكن إن لم نستفق وإن لم نوعي من حولنا وإن لم نبين الرسائل التي توجه لمن حولنا سنقع والعياذ بالله في ذلك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتنبه. هذا يعني مقدمة لما ينبغي أن أو لما سوف يعني نتحدث به في هذه اللحظات. أولا ما هو الإعلام؟ وكما يعني عنوننا في الإعلان فهم وسائل الإعلام وتأثيرها واكتشاف ما تحمله مضامنها من قيم. الإعلام في اللغة هو التبليغ. الله عز وجل يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية، هذا هو الإعلام، يعني أن تعلم إنسانا آخر أن هناك آية تعرفها وأن تشرح له فوائدها وما ترمي إليه. الإعلام هو الإخبار. ولكن طبعا أيضا في اللغة يقولون هو تحصيل العلم عند المتلقي أو المخاطب، يعني في إنسان متلقي أو مخاطب تعطيه علما ما، فقد يكون جاهلا به فيعلمه وقد يكون عالما به فيثبت في ذهنه. الذي يأخذ المعلومة إما هو عالم بها فهذا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو هو جاهل بها فهذا يأخذ المعلومة لأول مرة فيحصل المقصود. والأصل هو تحقيق غاية العلم وهي حصول حقيقة للمتلقي. في الحقيقة موضوع الإعلام هو أمر ثابت وقديم عند المسلمين وهو الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل هي وجه من وجوه الإعلام، وهناك أساليب كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والعهد النبوي العهد المدني فعلها، وهي من أسس الإعلام التي سنتحدث عنها بعد قليل. هذا في اللغة، في لغتنا العربية. اصطلاحا هناك عالم ألماني اسمه توجروت، وأخذوا عنه يعني كل من نظر لهذا الموضوع أخذ عنه ذلك، فقال الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت. ما معنى ذلك؟ يقول التعبير الموضوعي. ما معنى موضوعي؟ عندما نقول مثلا تعال نتحدث عن هذا التليفون بشكل موضوعي. الآن في إنسان بيحب سامسونج وفي إنسان بيحب آيفون. الإنسان الذي يحب آيفون يقول سامسونج لا ينفع. لماذا؟ هل درسته؟ هل شرحته؟ هل عرفت خصائصه؟ لا، أنا أحب آيفون، لا أحب هذا الجهاز. الذي يحب سامسونج مباشرة يقول هذا جهاز جيد أنا أحبه، من غير أن يرى صفاته ومن غير أن يعني يرى مواصفاته وميزاته. إذن هل هذا الشخص درس هذا الأمر بموضوعية؟ لا، الموضوعية أن ندرس الموضوع للموضوع لا لخلفيات عندنا، يعني بتجرد. فالإعلام إن لم يكن متجردا، يعني إعلام مثلا لنفرض قناة الجزيرة مثلا في قطر، إذا قطر يعني حزنت من شخص ما ستخرج قناة الجزيرة وتقول هذا الشخص سيء لأنه يعني هذه المدينة لا تحبه مثلا، هذا ليس موضوعي. الموضوعي ندرس صفاته الجيدة صفاته السيئة ونحلل ذلك. طبعا أنا أضرب كمثال، يعني ليس بطبيعة الحال أن تكون جزيرة فعلت ذلك، لكن كمثال. فإذا التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها، العقلية التفكير، الروح قد يكون الدين، الميول والاتجاهات، يعني ماذا تريد هذه الجماعة من الناس في نفس الوقت. وهنا الطامة الكبرى، الإعلام اليوم هل يعكس حقيقة تفكير وميول واتجاهات وروح الجماهير أو لا؟ يعني عندما نشاهد مثلا على التلفاز مشاهد غير لائقة أو مثلا ثقافة جديدة يريدون يعني سردها لنا، هل هذه حقيقة تعكس المجتمع أو أنها تعكس جانب من جوانب المجتمع لا يمثل كل الجماعة في هذا المجتمع؟ يعني اليوم مثلا
قبل أن تأتي إلى تركيا قد تشاهد المسلسلات التركية فتقول انظر تركيا سيئة مثلا، لكن عندما تأتي ترى أن هناك جانب كبير من الناس الصالحين الأتقياء الأنقياء مثلا الذين يعني في صلاتهم وركوعهم وسجودهم، أنت لا ترى هذه الجماعة تعكس على التلفاز، فالتلفاز هنا ليس موضوعيا، وهذا التلفاز يعني يوجه للآخرين أن هذه الجماعة كلها هكذا، ولكن في الحقيقة ليس كذلك. فهنا يقول التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها، يعني حتى يكون الإعلام إعلاما موضوعيا وناجحا يجب أن يعكس حقيقة ماذا يوجد في هذه عند هذه الجماعة من الناس. طيب سأتحدث الآن عن أساليب الإعلام النبوي في العهد المكي والعهد المدني. قد يستغرب إنسان هل هناك علاقة بين يعني النبوة أو بين الهدي النبوي وبين الإعلام؟ نعم هناك علاقة، لأن طالما أن الإعلام هو إيصال الكلمة، إيصال الحق، إيصال الفكر للطرف الآخر النقي الصافي وبأسلوب يعني نقي وجيد وموضوعي، فهو أيضا يمتد أو يرتبط بالدعوة إلى الله عز وجل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد أسلوبا من أساليب الإعلام في العهد المكي، وهو الخطاب الإعلامي الداخلي المعتمد على العاطفة والرابطة القبلية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أعلمهم بالحق، هذا هو الإعلام. الإعلام أن يعكس صورة الحق للناس أو للأشخاص الذين ينبغي أن تصل إليهم أو هم المستهدفون من هذا الإعلام. يقول أو روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني يريد أن يعرف ما هو الخبر. فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا هو وجه من وجوه الإعلام، وهو الخطاب الداخلي، يعني الآن بدأ بعشيرته، بدأ بمن حوله صلى الله عليه وسلم. ومن الإعلام في مكة أيضا الاجتماعات السرية في العرض على القبائل. نعرف أن في وقت الحج النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقف الوفود التي تأتي إلى الحج في مكة، وكان يدعوهم إلى الله عز وجل، ومنه أن الأنصار أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، قبلوا الدعوة وكانوا معه صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا وجه من وجوه الإعلام. من الأساليب التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في الإعلام أيضا الجهر بالقرآن الكريم على مسامع قريش. فمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان جالسا مع أصحابه فقال من لما نزلت سورة الرحمن علم القرآن، قال صلى الله عليه وسلم من يقرأها منكم على رؤساء قريش. انظر الآن يحتاج إلى شخص يعني ذو بنية جسدية وأيضا ذو قوة أمام قريش. فتثاقلوا مخافة أذيتهم، يعني قالوا ربما تصيبنا أذية من ذلك. فقام ابن مسعود، وابن مسعود قصير القامة ويعني ربما لا يملأ عين قريش في ذلك الوقت، وقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عليه السلام، ثم قال من يقرأها عليهم، فلم يقم إلا ابن مسعود، ثم ثالثا كذلك إلى أن أذن له، وكان عليه السلام يبقي عليه لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته، يعني كان صغير الجثة، لذلك ما أراد أن تؤذيه قريش. ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة فافتتح قراءة السورة، فقام أبو جهل فلطمه يعني لابن مسعود فشق أذنه وأدماه فانصرف وعيناه تدمع، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه وأطرق رأسه مغموما صلى الله عليه وسلم. يعني ما نأخذه من هذا الحديث أن حب الصحابة للدعوة إلى الله عز وجل وللإعلام الذي يتمثل بإيصال الحق للآخرين شيء يجعلنا يعني نتحفز لذلك وننطلق. اليوم سبحان الله الأمر لا يكفي إلا كلمة أنت تلقيها لا تدري لها بالا لكن ترفعك عند الله عز وجل إلى سابع سماء.
وأيضا هذه الكلمة كثير من الأحيان سبحان الله نكون في مجلس فنقول كلمة، هذه الكلمة يعني أنت تقول هي مجرد كلمة، يعني الناس كلها تعرف لماذا أنا أقول هذه الكلمة، لكن الطرف الآخر يكون في وضع من الحزن والبأس والملل والتعب، خصوصا في هذه الأوقات من الضيق والشقاء ربما الذي يعيشه يعني الناس اقتصاديا وفي وجوه كثيرة. فأنت عندما تقول كلمة، الكلمة إذا كانت إيجابية تحفز وترفع وتشعر ويشعر الطرف الآخر أن هناك من يساندني، هناك صاحب هم نفس الهم الذي أحمله، هناك إنسان له نفس المشاعر، إذن الحمد لله على كل حال فهذه الحياة تستمر بي وبغيري وهكذا. فبعض الناس سبحان الله عندهم دائما العبارات السلبية، يعني مثلا يا أخي الاقتصاد أصبح صفر، يا أخي الغلاء، يا أخي كذا، هذا حق نعم، لكن أحيانا هذه الأمور السلبية تجعل الطاقة معدومة، يعني آخر شيء ماذا يفعل الإنسان إذا بقي يستمر في السلبيات والحديث عن السلبيات؟ ماذا يفعل؟ إما يعني كما والعياذ بالله نرى في الغرب، عندما يصل الإنسان إلى الخنق التام ينتحر، لأنه لا يعني ليس عنده وسيلة أو سبيل حتى يرتقي بروحه أو يعبر أو ينفث عن كربه. لكن عندنا نحن المسلمون الحمد لله كلما ضاقت نعلم أن بعد هذا الضيق يوجد فرج، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ربك بالفرج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. يعني مهما ضاقت فلما أحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. تضيق الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى، وابن مسعود في هذا الحال أيضا ضاقت عليه، ومع أنه يعلم أنه لا يستطيع أن يقف أمام هؤلاء الجبابرة من قريش، لكنه ذهب ثابتا متيقنا عالما بأن الله معه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ساند له، فقال كلمته وقرأ سورة الرحمن أمام الملأ ولم يخشى في الله لومة لائم، وربما أسيء له لكنه عند الله عظيم. صلى الله على نبينا محمد. هذا التعليم الذي يعني جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لنا قبل أن يكون للصحابة. لماذا؟ الأحوال دائما تتشابه، يعني ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكرر جزء منه أو كله في حياة ما أو في مجتمع ما. فينبغي علينا من السنة، السنة يعني ليست فقط السنة القولية أو السنة الفعلية، هناك أيضا من السنة سنة يعني أن تأخذ الحال الذي أخذوه أو حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، حال النبي صلى الله عليه وسلم في حبه لأن ينتشر الدين الذي يمثل الأخلاق ويمثل الصفات الحميدة ويمثل ارتقاء الإنسان إلى الله عز وجل في أعظم بنية مجتمعية وفي أعظم بنية فكرية. والأمر الرابع الذي كان في مكة أيضا السفراء ومهمة الإعلام والتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة، فأسلم معه من أسلم من أهل المدينة، وكان سفيرا يبلغ الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الأساليب الأربعة هي إعلام، ولذلك عندما يعني أحد أهداف هذا اللقاء أن نعلم أننا كل واحد منا هو رسول هذا الدين في مجتمعه. ينبغي على الإنسان إذا ثبته الله عز وجل وأكرمه الله عز وجل أن يسعى إلى دواعي استمرار هذا التثبيت. يعني كيف أنت إذا الله عز وجل أكرمك بدخول مسجد أو أكرمك بحضور محاضرة أن يستمر هذا العطاء وهذا الثبات، أن تدعو غيرك أن يصل إلى ما وصلت إليه، فيثبتك الله عز وجل ببركة هذه الدعوة إلى الله جل جلاله. الإنسان كما نقول في العامية ما حد حاطط على رأسه خيمة، يعني ما في إنسان يضمن نفسه أن يثبت. اليوم الحمد لله نحن هنا في المسجد، لكن لا يضمن أحد منا أن يتغير حاله إذا خرجنا من هذا المكان. لذلك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ومع الدعاء ينبغي عليك أن توصل الخير للآخرين، أن لا يكون الإنسان بخيلا، أدعو إلى الله عز وجل ولو بكلمة طيبة، وهذا أيضا يستوجب أن تسمع الخير لتنقله. يعني الإنسان إذا فارغ ما عنده شيء لا يستطيع أن ينقل هذا خيرا، لذلك أن تأخذ خيرا
وأن تكون وعاء للخير، وأن تنقل هذا الخير، وأن تعمل بالخير هذه المنظومة الإعلامية الكاملة. يعني أحيانا نرى إعلاميين مثلا يتكلمون لكن في الحقيقة كالذي يتكلم عن خطر التدخين وهو يدخن مثلا، كالذي يتكلم عن خطر ما وهو يفعل هذا الشيء، لكن الإنسان أولا يهيئ نفسه بأخلاق وحصانة إيمانية، ثم يدعو إلى الله عز وجل ويسعى مع من دعاه إلى الله عز وجل أن يكون على خير حال. أساليب الإعلام النبوي في العهد المدني، هناك العهد المدني أصبحت السعة أكبر، أصبح المركز الإعلامي موجود الذي هو المسجد، والناس أصبحوا يأتون إلى هذا المركز أكثر من المركز في مكة كان متنقل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب فدعا الوفود، هو الذي كان ينتقل بين الصحابة فيدعوهم. هنا المسجد أصبح مركزا، وخطبة الجمعة أيضا، وسيلة الأذان أصبحت دعوة إلى الله عز وجل، ووسيلة المنبر الإسلامي، ووسيلة إرسال الكتب ومخاطبة الملوك التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة، حيث أرسل الكتب التي تدعو الملوك إلى الحق وإلى دين الله عز وجل. الآن سننتقل إلى محور آخر، وهو تنمية الذائقة النقدية للمضامين الإعلامية سلبا وإيجابا. العنوان ممكن يكون كبير لكن فحواه على الشكل التالي: كيف أنمي عندي ذائقة تعرف هذا إعلام سيء وهذا إعلام جيد؟ يعني كيف، ما هي الأداة التي أمسكها بيدي فأقول، أو ما هو المقياس؟ الآن مثلا إذا بدك تعرف هذا عندك رز، إذا بدك تعرف، أو سكر، إذا بدك تعرف كيلو كيلين، كيف تفعل؟ تضعه على الميزان. الآن نحن سنأخذ ميزان، من خلال هذا الميزان نقيس هل هذا الإعلام جيد أو سيء. في البداية النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني إنسان اليوم مثلا ليس عنده من العلم شيء، وليس عنده من الدين شيء، ويخرج يحلل ويقيس ويجعل يعني أمور المسلمين كلها بكلامه، سواء كان يعني من أهل التمثيل أو من أهل الرياضة أو من أهل، يعني هؤلاء لهم مجالهم. الآن هل تستطيع مثلا أن تذهب إلى مهندس وتقول له: أعطني دواء لأني مريض؟ المهندس اختصاصه الهندسة، والطبيب اختصاصه الطب، ولاعب الرياضة اختصاصه أن يلعب بالكرة، والممثل اختصاصه أن يمثل على التلفاز. ليس من اختصاصهم أن ينقلوا الثقافة وأن يوجهوا الثقافة للناس، هذا اختصاص أهل الاختصاص واختصاص أهل الفن. اليوم ما معنى الثقافة حتى نتفق على يعني الكلام قبل أن نقوله؟ الثقافة هي مجموعة العادات ومجموعة الأفكار التي تراها في مجتمعنا. فمثلا عندنا من الثقافة، مثلا الثقافة الإسلامية، أن لا نشرب الخمر، ومن الثقافة الإسلامية قوامة الأب، الرجال قوامون، يعني الأب قوام في بيته، ويجب على الأولاد أن يسمعون كلامه. وهذه الثقافة موجودة عند المسلمين لكن غير موجودة في الغرب مثلا، ليس هناك قوامة للأب مثلا. هذه كلها ثقافة. الآن ما الذي يكون هذه الثقافة؟ نحن عندنا مرجعية هي الإسلام، وهي التي تكون كل هذه الثقافة المجتمعية التي نمارسها في حياتنا. الآن تأتي مصادر أخرى للثقافة وهي التلفاز، الإعلام. الإعلام يريد أن يحور هذه الثقافة ويغير هذه الثقافة. كيف؟ يريد أن ينظر إلى بعض الأشخاص الذين انحرفوا عن الثقافة الإسلامية الأصيلة، ويريد أن يصور أن هذه هي الثقافة التي يمشي عليها كل المجتمع. هناك أشخاص ربما يشربون الخمر، ربما ليس عندهم قوامة، ربما لا يهتمون بمواضيع مثل الحجاب، ربما لا يهتمون بمواضيع مثل يعني الصلوات، وهذه كلها ثقافة نحن تربينا عليها وأنشئ المجتمع عليها. فتأتي كاميرا الإعلام وتسلط أن هذا هو المجتمع العربي، أو هذا هو المجتمع التركي، أو هذا هو المجتمع، وهذا هو الأمر الذي نتكلم فيه في هذا المحور. يعني كيف أعرف أن ما نقله الإعلام صحيح أو خطأ؟ هناك مجموعة من الأمور. الآن ماذا سنفعل؟ سنقول: ما صفات الإعلام السيء؟
إذا وجدت إعلام يفعل هذه الأشياء فهو سيء، وما عداه هو إعلام جيد. والإعلام كما تعلمون هناك الإعلام القديم الذي هو التلفاز والراديو والصحافة، اليوم هناك إعلام جديد وهو الفيسبوك وتويتر وهذه الأشياء وإنستغرام وسائل التواصل الاجتماعي، هذه كلها من الإعلام. وأصبح الإعلام سهل، أي شخص يكتب يعني مكتوبا ويرسله منشورا ويرسله ويتلقف الناس هذا وينتشر هذا، فهذا أيضا من الإعلام الذي ينبغي أن نتنبه له. أولا من صفات الإعلام السيء أنه يجيش جميع وسائله وطاقاته في إبراز المظاهر السلبية في المجتمع، يعني إذا وجد صفة سلبية في مجتمع يقول هذه هي ثقافة هذا المجتمع وهذا هو المجتمع كله سلبي. اليوم مثلا يعني هناك كثير من الصفات السلبية عند العرب وهناك كثير من الصفات الإيجابية الجيدة، لكن الإعلام السيء ماذا يفعل؟ يقول انظر ماذا يفعل العرب، انظر ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص. وفي الوجه المقابل نرى أشخاص يجملون الغرب، مثلا يقول لك انظر ما شاء الله فنزويلا جميلة، انظر ألمانيا فيها الحضارة فيها التكنولوجيا فيها، لكن هناك أشياء سيئة لا يسلط الإعلام الضوء عليها في هذه البلدان. قد تكون هذه الأشياء في البلاد العربية أفضل منها في هذه البلاد، لذلك الإعلام دائما يأخذ لقطة يأخذ زاوية ما حتى ينمي ويكبر هذه الزاوية ويقول هذه هي الثقافة عند هذا المجتمع. فالإعلام السيء يجيش وسائله وطاقاته في إبراز المظاهر السلبية في المجتمعات، هذه أول نقطة، خاصة المجتمعات العربية والإسلامية. يعني دائما المجتمع السيء يظهر مثلا رجل الدين على أنه إنسان متشدد، على أنه إنسان متزمت، يظهر رجل الدين على أنه مثلا إرهابي، على أنه إنسان لا يحب المجتمعات، لا يحب الآخرين. هذه الصورة التي رسموها في عقول الناس هذا شيء خطير جدا. اليوم الأولاد الذين ينشأون على هذه الصور يظنون أن هذا هو الدين أو هذا هو رجل الدين، وهذه الثقافة مغايرة تماما كما تعلمون للواقع. الإعلام عندما أخذ هذه الزاوية أخذها لهدف ما، وهو ضرب القدوة عند المسلمين، فإذا ضرب القدوة عند المسلمين ضربت مجتمعات المسلمين ويبدأون يبحثون عن قدوة. ما هي القدوة التي سيتلقفونها؟ القدوة الجميلة الناصعة التي سيرون فيها التكنولوجيا والحضارة ويأخذونها من الغرب، فتضرب المجتمعات في أخلاقها. لذلك الإعلام السيء دائما يبحث عن هذه النقطة ويبدأ بها كأساس. أول شيء يجب عليك أن تشوه، ثم يجب عليك أن تبدل. لا تستطيع أن تبدل إذا لم تشوه. يعني هناك إنسان جيد، كيف تغير هذا الإنسان؟ أول شيء تضع له ظنا وشكا فيما يعتقد به ثم تبدل له، لكن إذا يعتقد بصلابة فيما يعتقد لا تستطيع أن تغير فيه شيئا. لذلك إذا وجدت إعلاما يسعى إلى هذه الأمور السلبية فاعلم أنه إعلام فاسد. الإعلام السيء يؤجج الفتن والصراعات ويغذي الشجار والاختلافات القومية والدينية. يعني الإعلام السيء مثلا يقول هذه المدينة أفضل من هذه المدينة، هؤلاء يعني الأقوام أفضل من هؤلاء الأقوام بخمسين سنة مثلا، متقدمين عنهم كذا، هذا أيضا إعلام سيء. لماذا؟ لأنه بدأ يبحث عن مجتمعات فينميها على حساب مجتمعات أخرى ويبدأ بزرع الفتن والصراعات بين هذه المجتمعات. الإعلام السيء يخدر الشعوب ويشغلها بالتوافه، الأمور التافهة يخدر العقول. الإنسان من طبيعته الكسل، هذه طبيعة عند كل الناس، ولذلك الإنسان اخترع الأشياء الكثيرة حتى يسهل على حياته، يعني اخترع السيارة حتى لا يمشي، واخترع السجاد مثلا حتى يجلس مرتاح مثلا، واخترع المكنسة الكهربائية حتى لا يكنس، وهكذا. فالإنسان كسول، وعندما تعطيه أشياء يعني تخدر عقله بها وتجعله لا يسعى لطلب العلم ولا يسعى لمجالس العلم، من السهل جدا الآن أن تجلس هكذا على التلفاز تنظر إلى مقاطع تافهة، وهذا أمر سهل والعقل يخدر في ذلك. وخصوصا الشباب عندما يخرجون مثلا من عملهم يقول أنا جلست مثلا عشر ساعات في عملي، لا بد أن أرتاح، لا بد أن
كل واحد منهم عندهم عنده تليفون مثلا، وينظر في التليفون مقاطع فيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهذه الأشياء، كل واحد آخر زاوية معينة، لا يتواصل الأب مع ابنه ولا الأم مع ابنتها ولا الأب مع الأم، وتبدأ التفكك الأسري يبدأ في هذا الموضوع. والإعلام هنا يستفرد، وهذا أمر خطير جدا، الاستفراد بالعقل. العقول عندما تجتمع من الصعب أن تخترقها، يعني إذا اجتمع اثنان مؤمنان في مسجد مثلا ويأتي شخص ثالث يريد أن يدخل بينهما ويريد أن يغير أفكارهما لا يستطيع، لأن اثنان أقوى من واحد. لكن عندما يستفرد الإعلام بك، أنت تجلس هالتليفون بين يديك، الوجه أزرق مما يرى، وأنت فقط يعني الآن يأتي إلى عقلك ما تراه، فهذا أمر خطير يخدر العقل. الإعلام السيء يخدر العقل، أما الإعلام الجيد في الوجه المقابل تراه تمام، أنت متعب الآن وجئت إلى بيتك، فتراه بين الحين والحين يعطيك أشياء هادفة، يعطيك أشياء تدفعك إلى القيم الحميدة، يعطيك أشياء ترفعك وتنفعك وتفيدك. مثلا مقطع من المقاطع ترى فيه أن عندي شيء أنا أضيعه وأفقده وهو الأخلاق مثلا، هذا الجانب الخلقي الذي رأيته في هذا المقطع، مقطع واحد أحيانا يغير حياتي، ترى أن هناك جانب أنا أفقده، الناس يطلبون العلم في هذا المقطع وأنا لا أطلبه مثلا. انظر إلى الإعلام كيف يستطيع أن ينهض بالإنسان عندما لا يكون تافها، وعندما يكون موجها ومفيدا في أصله وفي مبناه. لذلك يعني تبقى الأمة بعيدة عن همومها وبعيدة عن مشاكلها، بعد الهروب لا بعد الحل وبعد إخراج الكوادر التي تحل المشاكل. الإعلام السيء هو معول حاد مؤثر هدفه كسر العفاف، كسر العفاف. اليوم عندما البنات يعني يرين شيئا مؤذيا خادشا للحياء، ويعني نساء عاريات في التلفاز، وسنة بعد سنة مع الأسف هذا يزداد، فهذا يخدش الحياء ويكسر العفة في المجتمعات. والعفاف إذا كسر في مجتمع ما فكبر عليه ثلاثة، يعني المجتمع بدون حياء ليس بمجتمع سليم ولا صحي أبدا، وفيه أمراض لن تظهر الآن لكن ستظهر بعد سنين. ولذلك يبدأ الإعلام السيء بالعفاف جرحا وتنكيلا وتعييرا وإذلالا وقهرا، فيظهرون المرأة المحجبة مثلا على أنها منغلقة جاهلة، أتعبها الحجاب وأبعدها الحجاب عن العلم عن التطور عن التقدم. لكن في نفس الوقت هناك إعلام يظهر أن هناك طبيبة محجبة، وهناك في أوروبا أشخاص محجبات دخلوا الجامعات وتعلموا وأصبحوا الأوائل في مواقعهم وفي أفضل حال، هذا الإعلام الذي يجب أن يكون. أما الإعلام الذي يظهر المحجبة ضعيفة وأن السافرة تكون على يعني أكرم حالها وأفضل مقامها، فهذا إعلام فاسد لا شك، يضرب الأخلاق ويهز بيوتنا ومجتمعاتنا. الإعلام السيء يؤجج الشهوات بما يعرضه من صور وكلمات في أغاني ومسلسلات وإعلانات ولقاءات، هذا إعلام سيء. دائما يوجه يعني يحاول أن يصل إلى المتلقي بالنساء وبالصفات السيئة التي تظهر فيها النساء، فهذا أيضا إعلام سيء، لأنه كما قلت يعني يمدح معاول هدم العفة. دائما إذا يوجد معول يضرب العفة ويكسرها، دائما يعني يصدرونه ويظهرونه ويوجهونه للناس حتى يكون هذا منبرا من منابرهم. ولذلك مع الأسف ظهر يعني التفسخ والتبرج والاختلاط، يسمونه تقدما ويسمونه سعادة ويسمونه حرية، لكن المستقبل لهذا مستقبل مقيت، مستقبل مظلم، نفق مظلم لا يخرج منه إلا من سلم من ذلك بإذن الله. والإعلام السيء من صفاته أنه يقتل القدوات. إذا كان هناك قدوة جيدة مثلا عالم موجود في مكان ما،
يبدأ الإعلام يتكلم عليه ويسلط الأقلام والحناجر عليه حتى يسقط. فإذا سقط الناس الذين حوله يريدون شخصا آخر، يبدأ الإعلام يتلقفهم ليوصلهم إلى ما يريد. كثير مثلا شخص في بلد ما، إما إذا يعني هناك ربما نوع آخر من السجن، وهو أن يسجن دون أن يؤخذ عنه، أن يسجن في بيته، وهذا بضربه بنقطة قاتلة لا يأخذ الناس عنه شيئا. لذلك الإعلام يسلط هذا الضوء، والإعلام له لسان طويل، يعني أنا وأنت إذا تكلمنا ليصل كلامنا إلى الشارع فقط. الإعلام إذا تكلم يصل إلى دول، ويصل إلى أقاليم، ويصل إلى قارات. لذلك إذا أراد أن يسيء أو يشيطن إنسانا فلسانه طويل في ذلك، ولذلك ينبغي أن يحذر وأن يحذر الإنسان من مثل هذا الإعلام. والإعلام السيء أيضا يعلم الصغار والكبار من الذكور والإناث إقامة العلاقات المحرمة، ويبين لهم أهميتها قبل الزواج، وهذا فيه من الخطر ما فيه. مجتمعاتنا وثقافتنا الإسلامية تتطلب وتستدعي أن تكون العلاقات علاقات إسلامية. هذا الولد يعرف أبوه، وهذه البنت يعرف أبوها وأمها، علاقات مبنية على، يعني نحن عندما نتكلم عن الدين نتكلم على ما ينفع أو عن ما ينفع المجتمع، لأن الدين لا يأتي إلا بما ينفع. ومن سلخ مجتمع عن دينه، نتكلم الآن عن الدين الإسلامي الذي نحن جزء منه، من سلخ مجتمع من مجتمعاتنا عن هذا الدين إلا ضرب في معقله، وإلا أخذ منه كل ما يصبو إليه من أهداف طامحة حالمة في المستقبل. الإعلام السيء أيضا يرشد إلى طرق الجريمة ويشجع عليها ويشيد بأهلها ويسلط الأضواء عليهم. والإعلام السيء يصور الانفلات الخلقي وتمرد المرأة على البيت والدين والعفة والشيم النبيلة، ويجعل ذلك إنجازا وسابقة تستحق التكريم والتشجيع. لمثل هذا يذوب القلب من ألم إن كان في القلب إسلام وإيمان. إذا كان الإنسان عنده المقياس الحساس يعمل، لأن مقياس الذهب ليس مثل مقياس الحديد، بعض الناس مقياسهم مثل مقياس الحديد، تضع فيه الكثير حتى يقيس ويعرف الخلل. أما مقياس الذهب مجرد جرامات وأجزاء من الجرام، يصيد ويعرف من البداية. لذلك يجب عليك عندما تنتقي قناة أو تنتقي صفحة على الفيسبوك أو تنتقي أشخاص تتابعهم أو تنتقي أشخاص يعني مشهورين، يجب عليك أن تعرف ماذا يتكلم هذا الشخص. العبرة ليست بكثرة المتابعين وكثرة المعجبين، أشخاص قد يكون عندهم 20 مليون متابع، لكن يجب أن تنظر إلى المحتوى. لا يخدعنا إنسان بكثرة المتابعين. اليوم إذا أي إنسان فعل صفحة على أو فعل حساب على مثلا يوتيوب وجعل أشياء تافهة تدغدغ العقل وتبسط الإنسان، ترى الكثير من المتابعين عنده، لكن الفحوى معدومة. لذلك ينبغي علينا أن نحذر من هذا وأن ننتبه لهذا. هذه الأشياء التي ذكرتها هي صفات الإعلام السيء. إذا وجدتها في إعلام ما فاضرب على هذا الإعلام صفر وألغه من حياتك وحذر منه، لأنه إعلام فاسد. المحور الثالث، الاختيار الواعي للوسائل والمضامين. كيف أختار إعلاما جيدا؟ هناك 4 مهارات تمثل السلوك الواعي إعلاميا، وهي أولا الاختيار، التواصل، المشاركة، الإنتاج. هذه مهارات نفعلها عادة. البعض منا يختار ليشاهد فقط، البعض يتواصل، هذا أيضا وجه من وجوه الإعلام، التواصل. فيسبوك اليوم إعلام، فعندما تتواصل هذا أيضا وجه من الإعلام. المشاركة تكون أنت جزء من هذا الإعلام، والإنتاج تنتج أنت محتوى إعلامي. أولا ما يجب أن يعني أبينه بشكل صريح، بصريح العبارة أقول يجب على الإعلام أن يكون هادفا، وهدفه يجب أن تكون بناء المجتمعات، بناء القدوات، السير بالشباب إلى ما يرضي الله عز وجل، وأعود فأقول إلى ما يرضي الله عز وجل، يعني إلى خير الشباب، لأن الله عز وجل ليس بحاجة أحد منا. لذلك إلى ما يرضي الله عز وجل وينفع الشباب، وأن يجمع الشباب على خير ينفعهم ويستمر بهم إلى بناء أمة تنهض بنا يعني مما نحن فيه من أذى والعياذ بالله. لذلك
اليوم دور كل واحد منا أن يكون لسانا إعلاميا. كيف؟ أنا لا أطلب الآن أنه تفتح قناة يوتيوب أو تنشر ذلك، وإن كان هذا إذا كان ممكن هذا جيد، لكن بأن لا يبخل الإنسان على الخير الذي عنده إلى غيره. أي مجلس تجلسه اليوم يجب أن تكون إعلاميا من إعلامي الله تعالى، يعني أن تدعو الإنسان، أن تدعو الناس ممن حولك إلى الأخلاق الصالحة. تحدث، إذا رأيت منكرا يجب أن تتحدث بأنه منكر، لن تستطيع أن تغيره بيدك، يجب أن تغيره بلسانك. ما استطعت أن تغيره أنت يعني أمام الله عز وجل برئت من هذا وفعلت ما إذا سئلت عنه يوم القيامة تقول اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فلذلك أيها الأحبة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالاختيار أولا يبدأ بأن تنظر في هذا الإعلام، هل هو سيء بالدرجات التي ذكرناها، يؤجج الشهوات، يقتل القدوات، يمجد الساقطين والساقطات، ويعلم الصغار والكبار الفاحشة والرذيلة؟ إذا كان هذا الإعلام ينبغي أن تبتعد عنه وأن تحذر منه. المحور الرابع، كم بقي للصلاة؟ المحور الرابع أساليب المضامين الإعلامية في الوصول للجمهور. هناك بعض الأساليب أحيانا المؤسف أن من يتبعها أو من يفعلها من غير أصحاب الأخلاق أكثر منهم من أصحاب الأخلاق. يعني اليوم الإعلام هو التجييش، أصبح الإعلام هو التجييش، يعني الإعلام الناجح هو الذي يكسب قلوب الآخرين ليجيشهم، لكن الشيء الذي يريد أن يجيشهم إليه لا لأجلهم بل لأجله. إنسان مثلا يريد أن يفوز في انتخابات فيبدأ يجيش ويبدأ يسحب الناس إليه، هذا كمثال. لكن هكذا أصبح الإعلام اليوم، الإعلام اليوم يهدف إلى تنمية كما يقال ترند، يعني أن تبدأ الشهرة ويبدأ الانتشار، وهذا الانتشار لا لصالح من يشاهد ويستمع ويتابع، وإنما لصالح من يطلق مثل هذه العبارات والشائعات وهذه الأمور. فمن الأساليب التي تتبعها اليوم المضامين الإعلامية الارتكاز على الإشاعات، أو يعني اليوم سموا الإشاعات بتسمية جديدة سموها ترند، يقول لك هذا الترند ضارب مثلا. يعني ما معنى الترند؟ كل واحد يقول كلام ويضع هاشتاج أن هذا أنا قلت هذا الشيء، يجمعون هذه الهاشتاجات و يكون في النهاية رقم، هذا أكبر هاشتاك يكون له الرقم الأكبر، ويقولون ترينتو أو الترند له أعلى من غيره. لكن هل من فعل هذا الكلام تثبت منه؟ لا. هل من فعل هذا الكلام أخذه من مصدر حقيقي؟ لا. هل من فعل هذا الكلام واثق وعنده أدلة؟ لا. إذن كيف نعرف أن هذا الكلام صحيح أو لا؟ إذا كان ترند، هذا هو السائد اليوم، إذا كان له ترند عالي، إذا كان منتشر بشكل كبير، إذا هذا هو الحق. كلما أصبح واليوم مثلا بيقول لك فوت على هذه الصفحة وعمل كذا حتى يطلع الترند، لأنه بوجودك بيصير ترند عالي والناس بتعرف أنه هذا هو الحق. لكن هل هذا هو الإعلام الصحيح؟ يعني بكثرة الناس يصبح الشيء صحيحا، أو بكثرة المشاركين أو المعجبين أو المنضمين يصبح الشيء صحيحا؟ إذا كان مبني على فساد ومبني على يعني أساس غير لائق أخلاقيا، طبعا لا. ومع الأسف اليوم يرتكزون على الإشاعات. ويعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك تقنين للإشاعات، وكان هناك يعني قانون الله عز وجل وضعه حتى من يضع هذه الإشاعات يرتد، وإلا لا يعني حل لهذا الرجل الذي يخرج الإشاعات إلى الإخراج خارج البلد. قال الله عز وجل في سورة التوبة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني نحرضك عليهم
ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. المرجفون يلي بيطالعوا الأراجيف يعني الإشاعات يعني أصحاب الترند بيطالعوا الإشاعة، والإشاعة تنتشر وتضرب ترند عالي لكن أساسها سيء. لئن لم ينتهي المرجفون في المدينة يقول لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء الذين يصدرون الإشاعات ويبثون الإشاعات وينفثونها في النفوس وهي لم تبنى على حقيقة، فقط غيبة ونميمة وكيد وحقد وفساد وإفساد، هؤلاء يجب أن يقننوا ويجب أن يعني ينتبه الإنسان لمثل هؤلاء. نحن دورنا ألا نؤخذ بأرقام كثيرة وألا نؤخذ بأرقام كبيرة، معجبين كثر، أشخاص متابعين كثر، كلما كثر المتابعون يجب عليك أن تنظر إلى المحتوى أكثر، لا تنظر إلى مثل هذه الأمور. لأن الإشاعة يعني الارتكاز على الإشاعات، لماذا يفعلون الإعلام يفعل مثل هذه الأمور؟ لأن الإشاعة تحتاج إلى مناخ من الفوضى والريبة والهلع الجماعي، وإذا كانت الإشاعة موجودة في مكان فدائما هناك فوضى وريبة وهلع جماعي. في أي مكان فيه إشاعة هذه الأمور موجودة. كيف يعني هلع؟ الإشاعة دائما يتناقلها الناس، مثلا يقولون هناك شيء في الخارج ويعني يأخذون الناس وكذا، هذه إشاعة. تنتشر الإشاعة يكون هناك هلع في النفوس وفوضى، الناس لا تعرف ماذا تفعل، ريبة، شك. هذه المجتمعات بيئة خصبة للإعلام، لا يوجد أحد يتوثق، الناس تنتظر، فقط تنتظر كلمة، أعطونا كلمة نمشي عليها. فالإعلام ينتظر مثل هذا المجتمع المريض ويبدأ ببث سمومه لأجل الانتشار السريع في فضاءات اجتماعية متسمة بسرعة وقليلة القيود وكثيرة التعقيب أو التعليق. النوع الثاني من أنواع الاستثمار الإعلامي لهؤلاء هو الاستثمار في أنصاف الحقائق. هناك حقيقة ناصعة وهناك أنصاف حقائق. أنصاف الحقائق يعني الشيء الذي يحتمل وجهان، حقيقة وباطل. هو طبعا لا يحتمل إلا الحق، لكن لا يستطيع أي إنسان أن ينظر إلى هذا الحق نظرة تامة وكاملة فيقول ممكن هكذا ممكن هكذا، فيلتبس على الإنسان. والإعلام يبدأ فيأخذ أنصاف الحقائق ويظهر الجانب الذي يريد ويعتم الجانب الذي لا يريد. وهنا علينا دائما أن لا نؤمن للإعلام إيمانا تاما. يعني اليوم إذا سمعت خبر لا تؤمن إيمان كامل لهذا الخبر، اسمع من أهل الخبرة واسمع من أهل الإيمان وارجع دائما إلى أصحاب العقول. يعني أنا مثلا إذا لا يعقل أني أتابع مثلا على فيسبوك أو على تويتر كل أو على يوتيوب، لا يعقل أن كل الذين أتابعهم عندهم هذا الفكر. يجب أن يعني ممكن الإنسان يعني يتابع جماعة ويكتشفهم بعد ذلك، لكن أيضا يجب عليك أن تعرف المصابيح النيرة من الأشخاص الذين عندهم فكر سامي وعندهم فكر وقاد فتتابعهم، وعند المشاكل مثلا أو عند الإشاعات ومثل هذه الأمور ترجع فتنظر ماذا قالوا ويتبين لك الحق من خلال ذلك. والأمر الثالث أيضا بيئة ضد التحقق. بعض البيئات تكون بيئات متعصبة لدرجة أنه لا يريد أن يتحقق من هذا الأمر، فهذه البيئات تأخذها الجهات الإعلامية. لماذا؟ حتى تصيد فيها حبهم للوجه الواحد ويأتون من باب يعني المداراة ومن باب أننا معكم في هذا الوجه فخذوا منا ما نريد، ويبدأ بث السموم أيضا في ذلك الجانب. فيرتضي الجمهور مثلا أو جزء منه التعايش مع الأكاذيب وأنصاف الحقائق وتصديقها والتعامل معها على أنها حقائق ثابتة وسط تجاهل تام ومكابرة للوثائق والحقائق. النقطة الأخيرة والمحور الأخير، المسلم الواعي بين التأثر والانتفاع من المنصات الإعلامية. يعني ماذا نفعل أمام كل هذا الخضم الكبير والأمواج الهادرة من الإعلام سيئا وجيدا؟ يعني اليوم أي إنسان أصبح عنده منصة إعلامية مجرد أن يفتح صفحة ويبدأ
يستجلب الناس من خلال أساليبه مثلا، سواء كانت الأساليب السيئة التي ذكرنا أو أساليب أخرى مثلا، يبدأ يستجلب الناس. فينبغي على الإنسان أن يكون فطنا، المؤمن كيس فطن، ويعرف الحق من الباطل، لأن عنده مرجعية دائما. قس أي شيء على هدي النبوة، أي شيء يرد إليك قسه، هل هذا يوافق هدي النبوة أو لا يوافق؟ لا لأن هدي النبوة فقط، ليس لأنه إسلام فقط، لا، لأن الإسلام لا يدعو إلا إلى الخير. بهذه النقطة، الإسلام لا يدعو إلا إلى الخير، هذا جزء من عقيدتنا. فلذلك أنت أي شيء تراه أمامك قسه على هدي النبوة، قسه على هدي القرآن الكريم، إذا وافق بها ونعمت أهلا وسهلا، إن لم يوافق لا تقبل أن تساق إلى البدايات. دائما البدايات تكون لطيفة وجميلة، يا أخي لا تشدد، يا أخي هذه من رأى هذه الأيام معلش، يعني انظر ولو بالقليل، اسمع الطرف الآخر، هذه الأمور تأتي خفيفة، لكن بعد ذلك تتعقد وتصبح مصائب على رؤوس الإنسان، فيجب عليه أن يتنبه. أولا الإخبار، أي إطلاع الناس على الأحداث بأكملها، سواء الأحداث المحلية أم الأحداث العالمية، التواصل مع العالم الخارجي، توعية الناس وتحذيرهم. يعني الآن ماذا ينبغي على المسلم أن يفعل جراء هذه الأمور؟ أول شيء ينبغي عليه أن يطلع على الأحداث بأكملها، لا أن يطلع على جزء من الحدث ويجعل هذا الجزء هو يسحبه على كل الحدث. يعني بمعنى آخر، أنت الآن مثلا تريد أن تعرف قضية ما، أو تريد أن تستفسر عن شخص ما مثلا. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كلمة تبينوا يعني يجب عليك أن تسمع الأطراف وأن تسمع كل الجهات التي نبع منها هذا الحدث، ما هو الأثر الذي بنيت عليه هذه الاستجابة. الحدث هو استجابة لشيء ما، لأثر ما، ما هو الأثر؟ فينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الأمور بإجمالية ثم يحكم حكمه. الأمر الثاني التواصل مع العالم الخارجي، يعني لا تكون منغلقا وتسمع من محيطك وتتأثر، يعني ما قاله هؤلاء القوم يجب أن أسمعه وغيرهم، لا، نسمع الطرفين، نسمع داخلا وخارجا حتى نشكل فكرة أخيرة لهذا. فالمسلم دائما يفرق بين الانتفاع وبين التأثر. الانتفاع هو أن تأخذ من الشيء فتنتفع به، وأن تعمل به من غير أن، يعني لنضرب مثال واقعي مثلا، الآن التكنولوجيا عند الغرب موجودة بكثرة، ربما أكثر من عندنا، فأنت عندما تأتي إلى هذا التليفون وتنتفع به من هذه التكنولوجيا، أنت الآن تنتفع، ولكن هل تنتفع وتعتقد أن هؤلاء هم قمة في القدوة والإيمان ويجب أن نتبعهم في أخلاقهم ويجب أن نأخذ صفاتهم ونكتب على ملابسنا مثلا يعني صور لشخصياتهم وهكذا؟ لا، الانتفاع شيء والتأثر شيء، لنا قيمنا، لنا أخلاقنا. يعني اليوم مثلا لاعب مشهور، لماذا تضع صورته على البستك مثلا؟ هذا لا يليق. فالتأثر يكون بهذه الدرجة، أن يذوب العقل أمام الآخر حتى يكون الآخر هو المحرك وهو المقيد للعقل والسائر به إلى ما شاء، إلى ما يريد. أما المسلم فيعرف أني أنا أنتفع من ذلك لكن لا أتأثر، لأن عندي قيم جاءت من القرآن وجاءت من السنة وجاءت من هدي النبوة، فعندي شيء عظيم لا أغيره ولا أبدله أبدا. هذا يعني مجمل ما أردت أن أقوله في هذه المحاضرة. المحاضرة كانت لتسليط الضوء أو لتحريك الوعي الكافي حول الإعلام اليوم، هذه نقطة. النقطة الثانية أن كل واحد منا إعلام متحرك، كل واحد منا اليوم يجب أن يكون كلمة حق وأن يكون داعيا إلى الحق، أن لا يضن على الشيء الذي بين يديه، وأن يعني لا يعقل أبدا والد في بيته يرى أولاده ابتعدوا عن درب الصلاح وعن درب الهدى فلا يدعوهم، هذا أضعف الإيمان. هؤلاء أولادك يحملون اسمك من بعدك،
ويحملون يعني أقل شيء رايتك يعني التي أنت عملت عليها حتى وصلوا إلى هذه النقطة، وسوف يذكر اسمك بناء وسوف يذكر اسمك بناء على فعلهم. فإن كان فعلهم جيدا قالوا رحم الله فلانا، وإن كان فعلهم قبيحا قيل عكس ذلك. لذلك لا يعقل أبدا لكل من يعول أو من كل من يعول عائلة أو أولاد أو يربي أن يكون من يربيهم على حال سيئة، هذا أضعف الإيمان. ثم الشخص مثلا في عمله أيضا ينبغي أن يكون مع من حوله المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يؤلف ولا يؤلف، يتفق دائما على صلاة في المسجد، على طاعة، على عبادة، على سعي يعني للخير دائما، هذا أيضا أضعف الإيمان، وهذا من الأمر الذي ينبغي أن يكون أقل. نحن الآن لا نتكلم أنت أخرج إلى الأسواق وادعو الناس، هذا ربما يصعب، لكن على الأقل المحيط، لو أن كل إنسان منا بدأ بمحيطه فحصنه وحماه نحن بخير. الآن إن استطعت أن تمتد أن يمتد صوتك إلى الآخرين بها ونعمت، هذا جيد وهذا أفضل وأقوم وأحسن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ينبغي على كل إنسان أن لا يخرج من بيته إلا صالحين، وأن لا يخرج تحته إلا صالحين في أخلاقهم، في إيمانهم، في دعوتهم إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى الطاعة، وهذا ما ينبغي علينا أن نكون عليه. في هذا القدر كفاية، بارك الله فيكم. إذا أحد عنده يعني أي سؤال أي مداخلة نحن حاضرين لنسمع. بارك الله فيكم.